سيدات والسادة الشباب المقاولين والمستثمرين والباحثين وكل من يهتم بهذا الموضوع الهام الذي نتطرق إليه اليوم في هذه القمة العربية الثانية التي ننظمها بشراكة مع منظمة الإسكوا. وأنا أتطلع إلى لقائكم اليوم باسم الحكومة المغربية. وبعد الإشراف على الاستعدادات لاستقبالكم سواء أكنتم من داخل أرض المغرب أو من خارجه، وخلال جلساتي ومن خلال جلساتي التشاور والإعداد التي قام بها الفريقين، ما هو لافت اليوم هو العنوان الذي اخترتموه لهذه القمة. From resilience to prosperity. لعل أكثر ما عاشه المقاولون والمستثمرون وأصحاب المشاريع الصغيرة أو المشروعات الصغيرة حسب البلدان هو ثقل المسؤولية وصعوبة الظرفية التي مررنا بها جميعاً أثناء فترة كوفيد-19. انعدام الاستشراف آنذاك لأنه لم يكن أي واحد فينا على علمه ودراسته وتجربته لم يكن قادراً على توفير أجوبة شافية بالنسبة للمستقبل، وكان لزاماً على الجميع آنذاك كل من خلال مشروعه الصغير أو المتوسط، وبالمناسبة لم أكن وزيراً آنذاك وكنت صاحب مشروع صغير آنذاك، كان لزاماً علينا أن نجد لأنفسنا طرقاً ومسالك تمكننا من التقدم يوماً بعد يوم. وقد أخذت على نفسي آنذاك أن أسجل نفسي في إحدى التكوينات عن بعد، ربما مثلي مثل عدد كبير منكم، اللي كان العنوان ديالها بالإنجليزية The Adjacent Future. ومن takeaways ما خلص إليه هذا التكوين هو عندما ينعدم الأفق وتتقطع السبل يجب التركيز على شيء واحد على الأقل، هو تلك الصفحة المباشرة من المستقبل القريب والقريب جداً The Adjacent Future. وعلى رائد الأعمال أو المقاول أن يؤكد في تصرفه، في ذهنه، في طاقته أن يوجه كل هذه الملكات من أجل الصفحة الأولى من هذا المستقبل، وأن لا يفكر بالضرورة في الصفحات الأخرى. أقول هذا عندما ينعدم الأفق، ولكن ولله الحمد من خلال المجهودات التي قامت بها دولنا، والمغرب البلد الذي يستضيفكم اليوم قام بمجهودات كبيرة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بأن وفر للمغاربة جميعاً بدون استثناء لقاحات، وكانت القوة التفاوضية على المستوى الدولي مهمة جداً من أجل تيسير وصول هذه اللقاحات إلى البلد في الوقت اللازم وبالجرعات اللازمة وتخزينها وإنضاج شروط توفيرها للمواطنين حسب السن وبدون تمييز لمناصب المسؤولية، وكان لنا ذلك.
ثم جاء الوقت لننتقل إلى مرحلة أخرى beyond the future, the adjacent future, إلى بناء لبنات الخروج من هذه الأزمة. وكان الوضع صعباً كما تتذكرون، لأن عدداً من الحدود كانت مغلقة، ولا سيما الحدود الجوية، وسلاسل الإنتاج والتوريد في العالم لم تكن منتظمة كما كان الحال في السابق، وسيكولوجيا الاقتصاد أصبحت مختلفة بالنسبة إليكم معشر الرواد. كان عندكم واحد العدد من الزبناء، وكان عندكم أمال لتطوير مسار مقاولاتكم، ولكن اصطدمتم أو اصطدم عدد منكم حسب القطاعات إلى ظواهر سيكولوجية يعني طلب أو الإقبال على ما كنتم تعرضونه، الذي أصبح في بعض القطاعات من الأمور الغير ضرورية آنذاك. فتغير الفكر من حيث الإقبال على المنتوجات أو العروض أو الخدمات، وتغير الأولويات، ولنقولها صراحة كذلك تغير الدخل وانتظام الدخل بالنسبة لعدد من المواطنين والمواطنات، جعل من الصعب أن استراتيجيات البوزيشنين والبيزنس مودلين والماركتين وما إلى ذلك من الأمور تبقى على ما كانت عليه قبل كوفيد-19. فالسؤال المطروح هو: ما هو دور الحكومات والمنظمات في توفير الأجواء على المستوى التشريعي والقانوني والمادي كذلك، من أجل تسهيل الأمور لهذا الجيل الذي عاش هذه المحنة وهذا الوباء، والذي أتمنى أن نكون جميعاً قد استخلصنا منه ما يكفي من العبر؟ بالنسبة لبلدكم الثاني المغرب، أصبحت لدينا قناعة كبيرة أن مستقبل البلاد يكمن في خلق فرص حقيقية لهذا الجيل من الرواد. ولكن هنالك معادلة في كل بلد بلد، وكنتكلم معكم اليوم كمسؤول حكومي، هنالك معادلة للتوازن بين نوعين من الأشغال. الموضوع الأول هو الاستثمارات الكبرى والمقاولات الكبرى التي أصبحت ضرورية في كل البلدان، ولا سيما البلدان النامية، من أجل تنويع مصادر الاقتصاد ومن أجل خلق فرص الشغل التي أصبحت الشغل الشاغل لمعظم الحكومات، لا سيما لدى الشباب ولدى النساء الذين تأثروا في أزمة كوفيد-19. وهذا يأتي كما لا يخفى عليكم من خلال شيئين أساسيين. الشيء الأول هو سياسات استثمارية مهمة تقضي بجذب هذه الاستثمارات في قطاعات مهمة تنتمي إلى القطاعات التي تهم الدول المصنعة بالخصوص، وتستجيب للنوعية الجديدة للطلب على المستوى الدولي في مجال المبادلات التجارية. فكان لزاماً علينا في المغرب أن نأخذ هذا الموضوع بشكل جدي حتى لا نتخلف عن الركب. ومن ذلك جاء العمل الكبير الذي قمنا به منذ أن نصب صاحب الجلالة أو أن عين صاحب الجلالة الحكومة سنتين، دابا دازت سنتين، ألا وهو ميثاق الاستثمار من أجل توفير دعم من جيل جديد للاستثمارات الدولية التي تقام على أرض المغرب.
سوف لن أدخل في التفاصيل، ولكن إجمالا كان لزاما علينا أن نعد العدة، لأنه في الوقت الذي يفكر فيه المغرب ومما لا شك فيه بلداننا جميعا في هذا الأمر، فإن حتى البلدان المتطورة والمتقدمة أصبحت تفكر في هذه الأمور، وهو ما لم يكن حاضرا بالأمس، تفكر في الاندستريال سوفرينتي فور انستانس، وهي من مخلفات كوفيد 19. بعد ذلك المعادلة تقول على أن المشروعات الكبرى أينما كانت لن تكفي لتشغيل اليد العاملة ولتشغيل الشباب، لأن المشغل الأول للشباب في القطاع المهيكل في العالم كله هو بشكل كبير مكون أو مشكل من المقاولات أو المشروعات المتوسطة والصغيرة، وبالنسبة للمغرب عددها يفوق 85% من النسيج الاقتصادي، والتشغيل يفوق 73 أو 74% من الذين يعملون في هذا القطاع. فكان لزاماً علينا كذلك أن نتكلف بهذا المشروع، ولكن مع اختلاف مع السابق، ففي السابق كانت المشروعات الصغرى ينظر إليها عبر منظور معيشي محدود، activities that generate revenues، les AGR، الأنشطة المدرة للدخل، وهي ليست عيباً، وهي ضرورية أن تكون في إطار مما يسمى بالاقتصاد التضامني، وهو لوحده قطاع مهم يلزم كل بلد بلد أن يعتني به من أجل تحقيق أكبر عدد من الإدماج الاقتصادي، وهو جزء كما ترون من اسم هذه الوزارة في تركيبة هذه الحكومة. ولكن لنقول الصراحة ونكاشف أنفسنا، إن ما سيمكن شبابنا ودولنا من التقدم هو ربط المشروعات الصغيرة بالديناميات الاقتصادية والاستثمارات الكبيرة في بلداننا، لأنه بالنسبة للمشروعات الصغيرة من أجل أن تتطور يجب أن تتوفر على طلبيات بالحجم الكافي وبالمقروئية اللازمة وبالامتداد على مستوى الوقت، بحيث يسمح لمن يستثمر فيها أن يجد يعني مدخولاً على يعني مع الزمن. فأطلقنا عدداً من البرامج في المغرب، ولعل آخر هذه البرامج هو برنامج أنا مقاول، وكنت كنتكلم مع سمو الأمير وقال لي إحنا عندنا المقاول هو الشخص المكلف بالبناء، لا في المغرب عندنا المقاول هو رائد الأعمال، فعلى اختلاف التعاريف هذا هو المقاول في المغرب. حنا متنقول المقاول هو رائد الأعمال وليس الشخص اللي يعني مكلف بالبناء فقط، على أن اللي تيدير البناء راه هو مقاول. والهدف ديالنا هو من خلال هذا البرنامج لأول مرة نريد أن نساعد المقاولين أو رواد الأعمال الموجودين، ولا سيما أولئك الذين يعملون في إطار القطاع غير المنظم. قلنا طيب لن أدخل معكم في تفاصيل البرامج، وغتكون ورشات وغتكون واحد عدد الأمور، ولكن قلنا لازم أننا نديروا واحد البحث من أجل التعريف الدقيق لنوعية رواد الأعمال اللي عندنا في المغرب، باش نشوفوا واش هاد رواد الأعمال اللي عندنا بهاد العدد اللي عندنا هو تعبير لإرادة مجتمعية من جيل جديد بالنسبة للزي جينيريشن مثلا، لأنماط جديدة من العمل، لطريقة جديدة من استشراف المستقبل،
أم أننا أمام مواضيع أخرى لا نعلمها بدقة؟ ولما دخلنا في التفاصيل وجدنا على أن عدداً من رواد الأعمال لا يتجهون إلى ريادة الأعمال بشكل اختياري، وإنما لأنهم لم يجدوا شغلاً مأجوراً. فقلنا بكل صراحة يجب أن نقف على هذا الخلل، لأنه ربما يكون عندنا عدد من رواد الأعمال أقل ولكن يكون قوي ويكون عنده استشراف للمستقبل. ثانياً وجدنا على أن عدد كبير من رواد الأعمال، وأنا لا أتكلم عن سيليكون فالي وعن الإنوفيشن بالضرورة في هذا المجال، هم يتجهون إلى قطاعات ذات جودة أو ذات قيمة مضافة ليست بالضرورة مرتفعة، أساسها التجارة. وقلنا يجب أن نقف على هذا الخلل حتى نوازن ما بين نوعيات رواد الأعمال. لكل هذا أعددنا يعني العدة، وكان أثارني شخصياً رقم ثالث أو توجه ثالث أو منحى ثالث، ألا وهو هاد رواد الأعمال اللي في الحقيقة يعيشون يومياً بشخصيتين. أنا ما تنقولش سكيزوفرينيا، حيث أنا منهم، أنا رائد أعمال قبل ما نكون في الحكومة، وأنا من الناس اللي تقدموا طلبات من أجل قروض ولم يقبل القرض قبل أن أكون وزيراً بشهور فقط. والحمد لله العمل اللي قمت به في هذه المقاولة مكنها أنها توقف على رجلها بدون اللجوء إلى ذلك القرض. فقلت لكم كاين واحد الازدواجية، ما نقول شيء في الشخصية ولكن في الفكر. فهنالك عدد لا يستهان به من الأشخاص الذين يعملون في العمل المأجور، يعني عندهم أجرة، تقدر تكون عندهم أسرة، عندهم مستوى اجتماعي ومادي، ولكن لما تسألهم كلهم يقولوا أنا أريد أن تكون لي مقاولتي الخاصة، أنا بغيت نولي من رواد الأعمال. كيف؟ الله أعلم. فهذه تقريبا ثلث هم من هذا الصنف، ولكن لا يتجرؤون على أخذ المبادرة ولا يشجعون على ذلك. فالمطلوب منا على مستوى البلد هو أن ننظر إلى كل هذه الفئات وأن نوفق في وصولها إلى مبتغاها. أود أن أنهي كلمتي عبر مخاطبة ذواتكم وذواتكن. ففي يوم من الأيام بحالكم كنت حتى أنا قررت نبدأ واحد المقاولة، وكان القرار صعب جدا، لأنه قررت نبدأها في المجال ديال الاستشارة وديزاين ثينكين والأمور من هذا القبيل، وتسجلت في عدد من التكوينات ومشيت داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، وهذه التكوينات لها كلفة، وليست كلفة مادية فقط، كلفة كذلك في الوقت. وأمام ضبابية المستقبل، هل سينجح المشروع أم لن ينجح وإلى أي مدى؟ وعشت مثلكم ربما مسار ليس بالهين. أول صعوبة فيه هي الأسرة الخاصة أو العائلة، فمنهم من سوف يؤمن بهذه المغامرة ومنهم من لن يؤمن بهذه المغامرة، خصوصاً إذا كنت في وضعية مريحة من قبل. ثانياً الصعوبة الثانية هي النفس، لأنه الشخص كيف ما كان نوعه سيكون عنده واحد الوضع اعتباري في المجتمع، واحد التقدير، واحد الولوج إلى عدد من المنصات والمنابر والأماكن، وهي تنتهي بمجرد
ما تخرج من العمل ديالك اللي كيعطيك هاد الولوج وتبدا المشروع الشخصي. فمقايضة الماضي بالمستقبل بالحاضر هي مربط الفرس إن صح القول في هذا المجال. كل صاحب مشروع يقايض المستقبل، يقايض الحاضر بإمكانياته السهلة إن توفرت مع المستقبل. وتطوير الصبر، ثم كتعرفوا جميع الخصال اللازمة على المستوى الشخصي والقوة الشخصية لحامل المشروع هي أساسية في تمكينه من الوصول إلى أهدافه على المستوى المتوسط والبعيد. بقي السؤال الكبير، هل بإمكاننا أو في دولنا أن ننشئ سيليكون فالي أو مماثلات لسيليكون فالي؟ لأن هذا حلم شق من رواد الأعمال، ماشي هذوك اللي تعملوا في القطاع غير المهيكل واللي عندهم مشروعات صغيرة جدا، ولكن آخرين عندهم طموح آخر يعملوا في مجال التكنولوجيا ويعملوا في مجال يعني الابتكار وعندهم طموح دولي. لازم علينا أننا نشجعهم. وكان مؤخرا في أحد التصنيفات العالمية عدد من رواد الأعمال العرب والمغاربة لجزء منهم حاضر معنا اليوم، تصنيف جد مشرف في هذا المجال. فحتى إن لم نستطع لمجموعة من الأسباب الموضوعية أن نوفر بيئات استثمارية من حجم هذه المشاريع الدولية القليلة، فعلى الأقل نحن مطالبين بأن نشبك أو نزيد في تشبيك طاقاتنا والاعتماد على عدد من المؤسسات الرائدة والحاضرة معنا اليوم من أجل تطوير نماذج يمكن أن تسنح لعدد من الشباب الموجود عندنا اللي عنده أفكار، اللي عنده ابتكار، أنه يلقى واحد البيئة مناسبة في هذا المجال.